وطبعا قبل لاعب في النادي الاهلي الجهاز الفني اللي عامل شغل عظيم جدا مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره. واحد من اعضاء الجهاز الفني ده، واحد من الاسماء المكرره في الاجهزه الفنيه في الفتره الاخيره، واحد من الاسماء اللي بيسموهم كده جندي مجهول دائما. جندي مجهول بالمناسبه وهو لاعب، كان لاعب عظيم جدا وكان جندي مجهول، ادواره تكتيكيه عظيمه جدا. جندي مجهول في الجهاز الفني للنادي الاهلي ادواره كبيره وكثيره من سنوات، بس هو في حقيقه الامر لم يصبح او بات غير مجهولا للجماهير النادي الاهلي. هو اسم كبير واسم رائع ومؤثر جدا في منظومه النادي الاهلي، كابتن الكبير كابتن سامي قمصان المدرب العام بالنادي الاهلي. يا كابتن سامي بهنيك الف مليون مبروك الفوز المستحق اليوم على الزمالك. الله يبارك في ايدك يا رب، اكرمك ومشكر طبعا على كلامك. اقل من حقك كابتن سامي، على مستوى الجهاز الفني النهارده قدرتوا مباراه رائعه جدا قدام نادي الزمالك. الحمد لله. اولا مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي العظيم اللي ادانا النهارده قوه كبيره جدا، وكان بعد ربنا دعم كبير لينا. بشكره طبعا على وقوفه جنبنا ودعمه دايما ووقوفه جنب اللعيبه خصوصا في الاوقات الصعبه. مباراه زي ما انت قلت كبيره الحمد لله، اداء تكتيكيا وعلى اعلى مستوى من الراجل. طبعا حضر كويس جدا للمباراه، اللعيبه كانت موجوده وكانت حاضره طول اوقات المباراه. صحيح. حتى في بدايه الاشواط يعني الحمد لله كان في تركيز عالي جدا وتصميم ان احنا عاوزين نحسم المباراه، لان دي هتقربنا خطوه كبيره جدا. يعني انت عارف جمهور النادي الاهلي مش متعود اللي هو يفوز بطوله الدوري مرتين ورا بعض، وكان تحدي بالنسبه لنا كجهاز وكلعيبه اللي احنا نرجع بطوله الدوري العام تاني لجمهور النادي الاهلي اللي يستاهل كل بطولات الدنيا كلها يعني. فالحمد لله بشكر لعيبه وخطوه مهمه جدا لينا، وان شاء الله اللي جاي يبقى افضل لينا باذن الله. انت حضرت حمدي فتحي وموسيماني بيتعامل معاه كسنتر باك وثالث في دفاع النادي الاهلي وقدم اداء ممتاز وقتها. الان حمدي فتحي بادوار هجوميه ما شفناهاش كتير من حمدي فتحي، يجيد ايضا مع مارسيل كولر. ازاي التحول ده؟ ازاي اشوف لاعب عنده كل القدرات دي؟ سهل جدا اشوف لاعب عنده قدرات دفاعيه كبيره والعكس هجوميا، او قدرات هجوميه كبيره والعكس دفاعيا. احنا شايفين حمدي فتحي نموذج للاعب بيتشكل زي ما اي جهاز فني عايزه. حمدي طبعا من اللعيبه اللي عندها قدرات كبيره جدا زي ما انت قلت، سواء على مستوى الدفاع او مستوى الهجوم. لعيب مميز جدا، لعيب عنده روح، عنده شخصيه، موجود في اي مكان انت بتحتاجه فيه سواء على مستوى الدفاع او المستوى الهجومي. كل واحد بيبقى عنده وجهه نظر معينه في اللعيبه. كان زي ما انت قلت موسيماني كان بيفكر فيه من الناحيه الدفاعيه، وفي نفس الوقت النهارده مستر كوره بيفكر فيه الناحيه الهجوميه ويديله ادوار هجوميه ويديله حريه اللي هو يخش 18 ويبقى ليه وجود. لكن النهارده كان مشترك في الثلاث اهداف اللي احنا سجلناهم النهارده، وحاجه طبعا كان اداء مميز جدا منه هجوميا ودفاعيا، مشكور عليه طبعا. هو بقيت الفرقه مش عاوز ابحث، لا خالص كلها يعني كله ادت اداء مميز جدا. يعني ديانج النهارده ما شاء الله برضو، معلول، هاني، خالد في اول مشاركه ليه في بطوله كبيره في ماتش كبير زي ماتش الزمالك وادي الاداء دوت. لا هو مش الاداء مش الاداء يا كابتن سامي بعد اذنك، هو كمان المفاجاه في المركز. يعني لما حضراتكم طلعتوا التشكيل قلنا مباشره هاني هيلعب سنتر باك مدافع وخالد عبد الفتاح هيلعب على اليمين، فدي كانت المفاجاه الاولى لينا بصراحه. لا دي من الحاجات برضو اللي فينا برضو في تفاصيل صغيره ناس ما تبقاش يعني مركزه معانا. احنا لما اختيارنا لخالد عبد الفتاح من سموحه يعني كان عشان هو راجل بيقدر عنده برضو مرونه اللي هو بيلعب في كذا مركز، يعني سواء باك رايت او مساك او باك ليفت. ممكن الحمد لله كان برضو دي من الحاجات اللي اديته افضليه اللي هو يبقى موجود معانا. يعني النهارده الحمد لله بيأدي اداء مميز، واحنا كان في نفس الوقت ما كناش عاوزين نفقد هاني الحاله الفنيه اللي كان فيها من ناحيه اليمين سواء من الناحيه الهجوميه او الدفاعيه. فالراجل فكر التفكير دوت يعني، واعتقد الحمد لله كان موفق فيه يعني. لكن في الاول والاخر طبعا زي ما قلت كل اللعيبه ادوار ايجابيه جدا. النهارده الحمد لله برضو عوده لعيبه النهارده مكسب كبير جدا يعني. طبعا كهربا واستمرار التهديف، محمد شريف هو للتهديف في مباراه كبيره زي مباراه نادي الزمالك وسجل هدفين، حاجه ايجابيه جدا طبعا يعني. فحاله طبعا حسين وقفشه ومروان لما نزل وكل اللعيبه اللي كانت بتشارك النهارده اعتقد ادت اداء مميز جدا. كهربا كابتن سامي تحديدا، مش هسالك كمان على قدراته الفنيه، كلنا عارفين قدرات كهربا الفنيه الكبيره، بس غياب طويل جدا عن المباريات الرسميه ومع الضغوط ومع التفاصيل الكتير مش عايز اخش فيها، بس ازاي اتعاملتوا معاه نفسيا ومعنويا عشان يبقى جاهز بالشكل ده؟ النهارده كهربا عمل يعني 2 سبرنت من بتوع زمان، يعني اللي هو كهربا بتاع زمان قوي.
النهارده كهربا راجع النسخه اللي هي بتاعه 7-8 سنين ورا. بص هي لها شقين طبعا، الاول يعني شق طبعا اللي هو طبعا دعم مجلس الاداره طبعا لكهربا ووقوف جمهور النادي الاهلي معاه وجهاز معاه اللي هو يقدر كان واثق فيه جدا وواثق في امكانياته. الحاجه الثانيه بقى هو بقى كلاعب نفسه يعني التحدي اللي بالنسبه له وتركيزه في التمارين وتركيزه في النواحي البدنيه وتركيزه اللي هو عاوز يرجع اقوى من الاول واللي هو يرد جميل النادي الاهلي ووقفه جمهور النادي الاهلي ووقفه مجلس الاداره معاه، فكان الحمد لله موافق جدا نشتغل على المستوى البدني بشكل مميز جدا. يمكن معانا بقاله 3 شهور يؤدي اداء يعني مميز جدا في التمارين وملتزم بره الملعب وجوه الملعب، فاعتقد ان النهارده يعني النجاح اللي هو فيه دوت مش من فراغ يعني تعب واجتهد واخلص، واعتقد ربنا يعني ما بيضيعش اجر حد تعب يعني. طبعا لكن بالنسبه لنا برضه لسه كهربا عنده كتير جدا وجمهور النادي الاهلي طمعان منه في كتير جدا يعني، ان شاء الله يحقق معنا بطولات كبيره ويرجع للمستوى اللي احنا عرفناه من لما كان في منتخب مصر وكان موجود قبل كده يعني معانا. طيب انا عايز اطمن على مصابي النادي الاهلي لاجل كاس العالم للانديه اللي بعد 10 ايام، هل هيبقى كل اللاعبين جاهزين لهذه البطوله ولا في لاعبين مش هيلحقوا كاس العالم للانديه؟ لا ان شاء الله ان شاء الله يكون ان شاء الله كل لعيبه متاحه بالنسبه لنا الحمد لله. بيرسي رجع تاني من حوالي يومين ثلاثه، السولية ان شاء الله برضو يقدر يخش معانا، طاهر النهارده بيلعب الحمد لله، فاعتقد الحمد لله اللعيبه منعم برضو ان شاء الله يخش معانا من بكره باذن الله. فاعتقد الحمد لله تكون القايمه كامله وان شاء الله الراجل يختار الانسب، ربنا يكتب لنا التوفيق طبعا، واتمنى طبعا دعم كل جمهور النادي الاهلي وجمهور مصر كله لينا لان بنمثل مصر بنمثل الكره الافريقيه بس القاره كامله يعني، فاتمنى ان شاء الله تكون الناس كلها تدعمنا وتقف جنبنا وتقف جنب اللعيبه عشان نقدر نادي اداء مميز ونوصل بقى لمكانه كبيره بعيده ان شاء الله في كاس العالم. في كاس العالم للانديه جماهير النادي الاهلي محتاجه او يعني عندها طموح اكبر من السابق، يعني برونزيه كاس العالم مرتين ورا بعض، برونزيه كاس العالم قبل كده 3 مرات، برونزيه كاس العالم، عايزين اكتر النادي الاهلي يقدر يوصل لمرحله ابعد باذن الله في مونديال الانديه اللي جاي. معلش السؤال كابتن سامي، بكلمك على طموحات النادي الاهلي في مونديال الانديه اللي جاي ان هم يروحوا النقطه ابعد من البرونزيه. ان شاء الله طبعا طبعا، وده التحدي اللي بالنسبه لنا ان شاء الله، نتمنى ان احنا ان شاء الله نروح ابعد يعني. الحمد لله يمكن احنا المرتين الابقار اللي احنا شاركنا فيهم حققنا المركز الثالث، فاعتقد ان شاء الله الطموحنا اكبر ان احنا نلعب المباراه النهائيه باذن الله. يا كابتن سامي انا بهنيك الف مليون، مبروك هذا الفوز المستحق للنادي الاهلي وجهاز فني ادار المباراه بشكل رائع جدا النهارده بصراحه، تابلو فني رائع جدا من النادي الاهلي على مستوى التكتيك وعلى مستوى الامور